بالمقارنه مع مباراه الاتحاد الرياضي ببنجردين كان خسرها الافريقي منذ ايام هوني في نفس ارضيه الملعب. هنا الهجمه اختيار الافريقي نادر الغندري يبدل الجهه اليسرى اختيار الكوره مناطق الجزاء التوزيع هدف اول، هدف اول في المباراه واحد بلاش تغيرت النتيجه. ادم الطوس هدف اول في المباراه في 10 دقائق لعب. الافريقي وحمدي العبيدي هو اللي يفتتح النتيجه للنادي الافريقي بعد عمل متميز. كرة توصل لنادر الغندري يبدل اللعب الجهة اليسرى التوزيع كرة على طبق لحمدي العبيدي يلمس الكرة بليل السويسي لكن أدغالته واحدة بلاش معطى أول في المباراة. الأفريقي يتمكن من افتتاح النتيجة في المباراة. حمدي العبيدي بالفعل هو صاحب الهدف الأول في المباراة، هذا اللي بحث عليها الافريقي التسجيل منذ البدايه واللي كان عجز عليه في المباراه الماضيه. قدامنا الاعاده كره لنادر الغندري يوصل الجهه اليسرى التوزيع. ما نعطيكم ونذكركم بتشكيله الزوز الفرق نتابعوا المخالفه للنادي الافريقي تقريبا 35 متر على مرمى الحارس بليل السويسي في انتظار التنفيذ. وحكم صادق السالمي قاعد ينبه على جدار لاعبي نجم المتلوي في اللقطة والمخالفة الأخيرة يعطي إشارة التنفيذ. الكرة لنادر الغندري هدف ثاني في المباراة، هدف ثاني في المباراة بعد مخالفة كانت ولا أروع. يتصدى الحارس بلال السويسي ترجع الكرة قدام لاعب الافريقي يحط الكرة في الشباك برأسية.